رسالتي موجهة لرئيس الجمهورية محمد للشيخ الغزواني، وزير العدل، رئيس المحكمة العليا، المدعي العام، قائد أركان الحرس الوطني. أنا عندي حفيدة مهدبة الخطر الحقيقي، مهدأ ومحمل المسؤولية اللي مناشدة فيها، محمل المسؤولية في قضية هاي الطفيلة الحفيدة، لأنها مهددها الموت الحقيقي والشيء أخطر من الموت. وهذا الوساني نقوله لأنها هي بعد أيام ماضية خلقت فيها تطورات، في أخبارك الحفيدة مانعة، هي أمها منتي الغالية اللي ما قط ربها ما هو أنا أبدا، لا قط قاست حد، لا خال ولا عمة ولا خالة، ربيتها أحسن تربية، كانت طفلة طيبة ما عندها مشكلة. ولكن عنها هي هذه الطفلة اتصلت بها مد أقاربها ومد أم الأخرى عسكريين ومد أنا ما نعرفهم حتى الآن، هي قالت عنهم يهدوها بياسر من التهديدات اللي مانعة، ذيك التهديدات المانعة، وقالت عنها بالتالي يبتزوها بأشياء، هذا قولها هي. وفيهم واحدين ذوك العسكريين تقول عنهم يحاولوا معها ياسر من المحاولات، طفيلتها أبوها قاصر تال بالمجموعة، وعدوك عاد صديق الطفيلة إلين فاتوا خصروا الطفلة وجعلوها عاقة والدها، وعاقتني أنا أمها بشكل لا يصوروا العقل، وعبدوها طمحهم ولي أخرى لهذه الطفيلة عند 4 سنوات. عادوا أم اللي أخرى هما وهذا يقولوه لي وتقولوا لي هي، وهي من نفسها قالت عنها لا يتكتلها بها اللي ذاك الله يدخلوا هذيك بعض من الرواجل سماتهم، أنا ماني مسميتهم حالا هم لأسباب أمنية، قالت عنهم عنها منتها لا يتكتلها لأن هذاك الله يتدخل أخطر من الموت. قالت عن ذيك المجموعة عنها الشاذة عن الدور الطافلات الصغيرين سنوات وأربعة، هي ذاك هو قالتي أنا ما قلته، وهم أم اللي فيهم البعض اللي يقول لي ذلك، وأقاربها يعرفوا القضية. ضركاتي أنا مناشدة رئيس الجمهورية ومناشدة الناس كاملة اللي يعدي ضرك الكرماء الطيبين، ومناشدة أهل الضمير، ومناشدة المسلمين والإنسانية يتعاطفوا مع قضيتي. وأنا من نفسي هذا الكلام نعرف أني في خطر أنا وعائلتي فيه، ولكن الأمور اللي مطلعة عليها اللي تهدد حفيدتي ودات مني نقعد هون نقول هذا الكلام، يوجعني منه قلبي وتوجعني منه كل شيء، وعدنا أسرة نبكو من أشياء حد جانا نعطوه الدليل الوداني أنا نقعد هون هذه القعدة. حفيدتي السيد الرئيس في خطر، خطر من الموت، خطر من الموت، وهذا تعرف الناس كاملة، من عادة من الناس اللي هي اللي مخسرتها قط. شكيت منهم هما هذه الجماعة، شكيت منهم البرقاد ميكس، وشكيت من هذه الجماعة اللي هي هالملود أخرى للمحكمة الغربية، وشكيت منها هي لين فاتت لين لحقت على درجات العقوق، وراني صبرت عليها وعالجتها ما قط افتطت، لا تعرف ما هو ملحفة زينة والسمينة وبيضة ولا خالقة تمان وكت ما هي معدلة لها، وصرتي أسرة متدينة ولا قطع وقصر في حقها بشيء، ولحقوها ما شاء الله عليها أخلاقها كيف ذهب، خسروها عن طريق الابتزاز وغرقت يا واجعة، ولا تيت عندي بها علاقة، أنا هي ذيك ماني شاد أخبارها ولا ندورها. هذه الحفيدة اللي عندها 4 سنوات البريئة تعاني معاناة مانعة وعادت مهددة تهديدات أخطر من قد يتصور العقل، وأمها تسابق حبسنا لها قالت إنها لا تقتلها، وفتحاول تقاتلها بحضرة أبوها والدها شيباني معروف تلاميذ وذية تعرفه أستاذ التشريع الإسلامي عالم، وإحنا من تلا ما نتهموا فيها بين اللي والدين، ولانا قالوا قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أمر منادم اللي جايوا اللي شاكي منه ولوا عنه ينصروا منين وقف حذا قالوا أنت ومالك لأبيك، ولا نتهموا فيها هذه منتنا نحن هون ما ندور ما هو العافية، ونؤمن وانا راني ومشي لي عني لا نقول ذلك لا، وعن حياتي في خطر، وهذه الحفيدة هم صرحوا عنهم لا بد لهم منها اللي هي قبضوها ذاك اللي هي عدلوا لها أخطر من اللي تقدر تصور الإنسانية. ومناشد مناشد الرئيس ومناشد أهل موريتانيا قاطبة والمسلمين يتعاطفوا مع هذه الطفيلة ويتعاطفوا معنا احنا هذه اللي نهدوا ما تينا نقدر نقروا بين التهديد، لا خالق شمع وعدلنا من الترهيب لا الوالدها ولا لي انا ولا لي حد،
وفي خطر نحن ومع خطورتي ذيك ضحيت بهذا من أجل حفيدتي نقذها.